ما تناديش حد. صلى على النبي، صلى على النبي كده واهدى عشان نعرف نتفاهم. اهدى اهدى عشان خاطر النبي ارجوك، اهدى يا باشا. انا هادي اللي اتربى في السلخانه اتعلم يذبح وهو هادي، شغلتي بقى واكل عيشي. مظبوط مظبوط مظبوط، كل ده مفهوم. انا بقى اللي عايز افهم في ايه الاول بس كده. احب اريحك من اي غدر ممكن يدور في بالك. اللي قدامك ده خش السجن يجي 10 مرات، يعني في بيني وبين السجن 10، موتك مش هيفرق معايا. كل ده مفهوم مفهوم، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ والموزة نيلي؟ لا شريهان. ايه يا كابتن؟ ما تقولي طلباتك ولا تحت امرك. متعصبش طه، عادل. عادل مين؟ اولك غامق يا ابني، ارجوك فهمني عشان اعرف ارد. عادل مين؟ الولا عادل الكون، الظابط اللي بيجي هنا هو. ايوه ده ابني. ابني عايز منه ايه؟ زعل واحده تخصني. ايوه زعلها ازاي؟ فهمني عشان اعرف اجيب لك حقك. لا يا باشا، انا اعرف اخد حقي بدراعي، بس هو فين؟ بدراعك ده ايه؟ هو مش موجود. خلاص خلي المزه بتاعت الفوازير دي تكلمه وتقول له احضر حالا، والدك في خطر. هما مش بيعملوا كده برضك في السيما؟ يا كابتن ارجوك فهمني فهمني ايه اللي حصل؟ عايز افهم. مد ايده على واحده تخصني وخلى وشها ولا مزلقان امبابه. ايوه والكلام ده حصل امتى؟ يابا انت هتحقق معايا؟ خلاص هتجيبه ولا اخدك مكانه؟ حاضر يا سيدي، طلباتك هنفذها بس في عرض النبي رد عليا. هنا هو امبارح بالليل. ازاي الكلام ده؟ المكتب كان امبارح مقفول. هو جابها وجه على هنا اهو. ايه يا نيلي؟ انت روحتي وسبتي الشركه مفندقه؟ لا طبعا مستر كومي. الله، امال انا عرفت السكه ازاي غير من البيت؟ انت هتتعبني ولا ايه؟ طيب طيب يا لهوي، مين ده يا سالم؟ خش بس الاول. ده اسم النبي حرصه، ابو المحروس اللي ما ترباش. الكلب اللي تعب ودك يا صح ولا نايمه؟ نايمه. طب خش ظبط الدنيا كده واديني حس. يلا طيب حاضر. صباح الخير يا دنيا.
صباح الخير. ازيك عامله ايه؟ تمام. قربتي تخلصي القهوه بتاعتك؟ اه خلاص. استنيتك امبارح تكلميني زي ما قلتي، ما تكلمتيش. كمان كلمتك بقى لما انتي اتاخرتي وبرضه ما رديتيش. نمت وانا قاعده على كرسي. ايه بخته؟ هو ايه الكرسي؟ انتي وراكي كلاسز دلوقتي؟ اه ساعة كده. طب ما تيجي نتحرك. فين؟ نقعد في الكافيه اللي برا الجامعة. انا ماليش مزاج اخد القهوة بتاعتي هنا النهاردة، وكمان لسه مفطرتش. ممكن ناكل حاجة سوا. ايوه يا خالد، بس مش هينفع. ليه؟ انا كنت مستنيه اصلا دكتور زاهر، كنت عايزاه في حاجه يشرحها لي في تاريخ الدراما. طب ما تساليني انا، قولي لي محتاجه ايه. لا هي حاجه ليها علاقه بالامتحانات، وانا 10 مينيتس كده وهطلع له، وبعد كده ممكن نشوف هنعمل ايه. اوكي. اه صحيح، انا خلاص استلمت الباسبور وعليه الفيزا وكل حاجة جاهزة. بجد؟ اه جود. انت بقى عملتي ايه في حوار الفيزا؟ مش عملت حاجة يعني، قلت لبابا وهو قالي ان هو ماشي في الموضوع، بس طلعلي تريب بقى كده يا خالد، وبحاول احله. تريب؟ تريب ايه يا ماما؟ ما فيش حاجة كده عائلية يعني. سر يعني؟ شو انه مش يعني مش سر يعني. لا اخويا رجع من استراليا، وبعدين احتمال يجي في نفس الميعاد اللي احنا هنسافر فيه بس، وهو لسه ما اكدش يعني، وانا بحل الموضوع. هو لو جه يعني هيقعد قد ايه؟ هو العادي بيقعد اسبوعين، بس هي المشكلة ان هو بيجي كل سنتين وممكن 3 سنين. المرة دي بقى جاي في ميعاد مش الميعاد بتاعه يعني. هو مراته ولدته جابت بيبي، ومامي بقى طبعا عمالة بتزن عايزة تشوف البيبي حقها يعني، بس الدكاترة منعينها ان هي تسافر او تركب طيارات يعني، وخصوصا المسافات البعيدة اللي هي اكتر من 5 ساعات. بس ربنا معاها أكيد. يعني هو خلاص جاي أكيد؟ هو لسه ما اداش كونفيرم يعني، وخصوصا مواضيع زي دي مش بتتاخد قرارها في وان داي، ومراته والبيبي لازم بياخدوا إذن من دكتور عشان يعرفوا يسافروا، فبياخد وقته بإجراءات يعني ومراجعات. حوار كبير يعني. اه بالظبط، هو حوار كبير. حوار كبير. اه طب تشرب حاجة؟ لا مش قادر. اه طيب انا هلحق بقى الدكتور زاهر قبل ما يدخل المحاضرة بتاعته، يعني نص ساعة مش هتأخر ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. هاي يا هدى. هي بقت كده يعني؟ هي ايه اللي بقت كده؟ تخش الكلية ما تبصش على حد ولا تسلم على حد ولا حتى تصبح. معلش يا هدى سوري، صاحي مخنوق شوية. ما كانش باين يعني وانت داخل الكلية. انت عايزة ايه يا هدى؟ عايزك تروق وتشرب الكوفي بتاعك يا خالد. أنا مروق وكويس يا هدى. مالك يا خالد؟ ماليش. حد ضايقك؟ أنا ما بحبش الأسلوب ده يا هدى، وأنتِ عارفة، مفيش حد كلمني من ساعة ما جيت غير دنيا. خلاص. السؤال بشكل أدق. دنيا ضايقتك في إيه؟ احتمال كبير ما تعرفش تطلع معايا ورشة لندن زي ما اتفقنا. وإيه يعني؟
ده كده ولا كده رايح شغل، يعني اساسا مش هيبقى عندك وقت تتنفس. اه بس انا ما بحبش ارتب نفسي على حاجه وتبوظ مني. ممكن اقول لك على حاجه وما تزعلش مني؟ ولا تفتكر ان انا قصدي اضايقك؟ السؤال كده معناه انك قصدك تضايقيني، ومع سبق الاصرار والترصد كمان. لا طبعا، انت عارف ان ما يهونش عليا زعلك ابدا، بس احنا اكتر من اصحاب، والامانه لازم تخليني اي حاجه انا حاساها لك او شايفاها لك اقولها لك، حتى لو الحاجه دي ممكن تضايقك. تقديمها دمها تقيل جدا، بس صح. قولي. اوعى تبني اي خطوه في حياتك على حد، اي حد، مهما كانت الخطوه دي صغيره، ومهما كان الحد ده مهم بالنسبه لك او قريب منك. انا لما مامي كانت عايشه عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان في اي حاجه في الدنيا ممكن تحصل لي من غير ما يكون دورها موجود، حتى لو كان دورها ده صغير، حتى لو كان مجرد ظبطه الملح والفلفل في الاكل. انا مش قصدي اي حاجه وحشه، بعد الشر على تونت وانكل وكل الناس اللي بنحبهم، بس انا قصدي اني بعد ما مريت بالتجربه دي عشت اكتر من 3 شهور حاسه ان مفيش اي حاجه في الدنيا ينفع انها تحصل، حتى نزولي الكليه، لمجرد ان مامي اللي كانت بتوصلني قبل ما تروح شغلها في السفاره. وبعد مرور الوقت اكتشفت ان دي كانت اكبر غلطه في حياتي، وان مامي اكيد كانت هتبقى زعلانه مني وهي عند ربنا، علشان شايفاني بضعف وبضيع وبفشل، وهي اصلا عشت عمرها كله علشاني، علشان ابقى احسن واحده في الدنيا. Thank you.
بقولك. يلا سبع الرجال اصلب طولك كده وانزل استناني تحت في العربية. اتفضل. لسه مطلوب حاجة تانية؟ أنا آسف. ايه ده يا باشا؟ بودة حقك من ابني انت خدتيه، لكن انا لازم اخلص امتي واطمن انك هتتعالجي ارجوكي. خدي يا بودة، اللي زي البيبي يحب يخلص حقه اول واخر. في اي طلبات تانية؟ لا باشا كده عدالة. طب متهيألي احنا كده تمام. انا مضطر استأذن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اديهم السلاح وارجع. ماشي خلاص يا اختي مرضية. ايوه باسم، انا كده لازم اسافر روما بنفسي. الناس بتقدم رجل وتأخر 10 قبل ما تبعت اي افواج جديدة. الكلام بس مش هيطمنه. عايزك تقعد كمان مع مديح، لازم يأمن الأفواج بنفسه. احنا ما نجيبش نعتمد على التأمين الرسمي بس. دي ما تقلقش يا دم. عايز اشوف ياسمين كمان عشان تعمل لي كونفرميشن على ميعاد وصول الشحنة. لازم ابقى موجود لما الشحنة توصل مصر. ومواعيد الشغل كلها بدأت تدخل في بعضها عندي. تحت امرك يا دم. اهلا بيه. ايه ياسمين، كلمتي سيف؟ لسه. طب لازم تعملي لي كونفرميشن على ميعاد وصول الشحنه. انا
هبعت له ميل النهارده. اوكي خير، كنت عايزه ايه؟ في ناس مستنيه حضرتك بره. مين؟ مديح وسليم ومعاه واحد معرفوش. اوكي خليهم يستنوا على ترابيزه الكمان. اوكي بس عايزك تحضر لي عربيه علشان عايز اروح اتشيك على المنزل. امتى يا فندم؟ الفجر مثلا. خلاص يا سوري. ادم باشا حبيبي، ازيك يا خالد؟ ازيك يا مديح؟ الحمد لله يا ادم بيه. اهلا وسهلا. انا سلطان يا باشا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. شريك اللي انت ساعدتك عليه في تليفوني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. ازيك يا اخ مديح؟ احمد ربنا بس. كيفك؟ الحمد لله. استاذن يا ادم بيه؟ اتفضل يا باشا. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمة الله وبركاته. أدهم باشا بقى عمر، كبرنا كلنا هنا، أهم مستثمر عندنا في المنطقة. الله أكبر، يعني عنده هنا بس قريتين، غير بقى شوية الاستثمارات اللي حوالينا، طوبة ونويبع وراس شيطان. والله ما بحسدك يا باشا يعني. كلنا يا حبيب بنعتبر أدهم بيه كبرنا، وعمره ما خيب عشمنا فيها أبدا. يا جماعة أنتوا إخواتي وأكتر. أمور يا سوري. العفو يا باشا. عمر بقاله كام يوم قاعد معانا هنا في سينا وعجبته جدا. لدرجه بقى يا باشا كبرت في دماغه ان يبقى شريك معايا في التقفيص. طبعا قلت بقى اجيبه واجي لك على طول. هايل، بتفكر في ايه يا عمر؟ يعني شويه حاجات كده ممكن تزود نشاط التقفيصه، يعني مثلا كام بيتش باجي علشان ما يأجروش من بره. مركز غطس يعني. اوكي حلو، بس مركز غطس ده عايز حد معاه بروفيشنال لايسنس علشان يديره. اه طبعا انا. عمر اساسا ضابط شرطه بس ترك الخدمه. مش بدري القرار ده يا عمر بيه؟ طب لازمتها ايه بيه بقى؟ هو لسه قايل لحضرتك دلوقتي انا سبت الخدمه خلاص. هي برضه المقامات محفوظه. المقامات مش بالالقاب يا فندم. احلى حاجه في الموضوع ان احنا هنا مالناش علاقه بالشكليات، انا اساسا سبت الخدمه عشان ما بحبش الرسميات. طب يا سيدي كمل. اكمل اقول ايه؟ هي دي فكرتي. طب جميل، ومعاك بادجت بقى للمسائل دي كلها ولا محتاج دعم؟ لا الحمد لله الفلوس موجوده، بس طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن دعم حضرتك. يا سيدي ولا يهمك، ولو ان الشغل اليومين دول بقى ضيق قوي ومحدش عارف الدنيا تفتح امتى، بس الرجاله زي اخواتي واكتر وادينا مع بعض، وان شاء الله يعني هقدم لكم كل الدعم اللي اقدر عليه. المشكله اللي هتقابلنا يا ادهم بيه وهنحتاج مساعدتك مشكله التراخيص والتصاريح. طب لا التراخيص والتصاريح دي بسيطه ان شاء الله. هو في حاجه تانية مهمه برضو، لان انا دلوقتي ما اقدرش احقق لها البادجت اللي محتاجاه. ايه هي يا عمر؟ الحقيقه محتاجين مركب علشان رحلات سفاري الغطس. طب دي بسيطه خالص. ياسمين من فضلك وفري لعمر مركب من المراكب اللي عندنا في المارينا عشان موضوع سفاري الغطس ده. اوكي ادهم بيه. بص يا سيدي احنا مش هاخد منك ايجار، بس انت عليك تموينها وصيانتها. ده كده كتير قوي، اكتر بكتير من اللي احنا بنتمناه. No way. بطلي طريقتك دي. نو no واي. ايه هو بس اللي نو واي؟ ايه اللي مزعلك ادهم؟ انت كمان بطل طريقتك دي معاها عشان دي بتتدلع. نو انا مش بتدلع. لا بتتدلعي. اوكي بتدلع، انا صغيره ومن حقي اتدلع. ايه بقى يا ستي اللي انت عايزه تتدلعي فيه وماما مش راضيه؟ مفيش يا سيدي، عايزاني انده لها وائل السواق قال ايه عشان يلعب معاها اكس بوكس، وانت عارف يا ادهم انا بعته يجيب شويه طلبات للبيت. طب يا حبيبي ما وائل السواق ده كلها نص ساعة ولا حاجة ويرجع بالطلبات. لا أنا عايزة معاه دلوقتي. يعني أنت عايزاه نرجعه دلوقتي من وسط المشوار علشان تلعبي معاه جيم؟ هو جيم واحد وهيرجع تاني. يعني أنت كل مشكلتك إنك عايزة أي حد تلعب معاه إكس بوكس؟ آه. طيب ما ينفعش تستنيه لما يرجع وبعد كده يلعب معاكي؟ نو أنا عندي حاجات كتير قوي لازم أعملها، وبعدين انت مين اساسا؟ بابا مين ده؟ انت مين واساسا؟ انا مش عارف ارد اقول لها ايه دي؟ درا واتش يور لانجوج؟ لا 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 مفيش اي مشاكل خالص، ده انت عظيمه. انت اسمك ايه؟ انت مش سمعت بابي نديم اسمي؟ ولا انتوا مش هتبطلوا الاسئله المماله دي لما تشوفوا الكيس؟ اوف. ادهم شوف البنت وبعدين. لا 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 ارجوك والله. انا لسه سامع اسمها دلوقتي حالا، ده هي اسئله ممله وخبيه بصراحه. بصراحه يعني.
طب ممكن تيجي اتكلم معاكي كلمتين؟ ليه؟ هتكلم معاكي بس. ما تسالنيش اسئله لسه. انت في سنه كام؟ عندك كام سنه دلوقتي؟ بليز. عيب يا دره. انا وعدك يا ستي مش هسال اي اسئله خالص. انا عارف انا اسئلتي كلها غبيه اصلا. ممكن بس تيجي بقى؟ تعالي شويه. اروح عدو ولا حبيب؟ حبيب والله. وحياه دره حبيب. طب خلاص روحي. انت مين؟ انا اسمي عمر سلطان. وانا اسمي دره ادهم عز الدين. تشرفنا يا فندم. تشرفنا. قولي بقى انت الوقت اللي فاضي عندك انت؟ فاضيه على طول. مفيش وقت هي مش فاضيه فيه. ما I'm able to talk about myself. شخصيه تعبر عن جيل يا باشا. بقول لك ايه، انت بس اللي تتكلمي وانا مش هسمع حد هنا غيرك خالص. انا فاضيه لمده ساعه واحده بس. طب هو يعني سؤال بس، هو لازم وائل؟ ما ينفعش حد تاني؟ ماما بتعرفش تلعب، بتخسر على طول، وبابا بيعرفش يمسك الجوستيك اساسا. انت كمان اساسا؟ انا كمان اساسا. كلكم اساسا كده؟ انت بتتريق؟ لا والله بتريق. انا اقدر اتريق اساسا. طب ولو حضرتك يعني بعد اذنك يعني جبت لك حد يلعب معاك الاكس بوكس ويغلبك كمان، يبقى بيحلم. افرضي يوريني نفسه. انا؟ انت؟ نو واي طبعا. طب ولو غلبتك؟ عادي بس برضه نو واي. جربوا اوكي بس اكيد هنجيبه يعني. اسمعي هنتعبك. لا ابدا دي عظيمه. عمر سلطان على فكره الشيك سليم هيعيش معانا هنا على طول ان شاء الله. غاده مراتي. تشرفنا فعلا. اهلا بيك، هتنورنا. منوره بيكم. وبيك انت طبعا اكتر مننا كلنا. مش يلا بقى الساعه راح لحد دلوقتي 10 دقايق. يلا. اوه دقيقة جدا. يلا يلا. اوعدك. فين الاكس بوكس؟ هتتأخر؟ لا لا ده عشان عمل. المفروض يعني ما نتأخرش اكتر من 10. ينفع؟ اوكي. ممكن تاكل معهم كده وكده يعني عشان نفسي نتعشى مع بعض. حاضر. تحب تاكل ايه بقى؟ انت وزوجك. خلاص تبدي نفسك اكتر من كده. وانا لازم امشي، اتاخر عليهم قوي. اوكي. ما تزعلش مني عشان خليت الولاد معايا النهارده. بس بكره هيروحوا زي ما اتفقنا عند ماما. سلام. بجد؟ بجد. طب يلا عشان متأخرش. ماشي. باي. باي. خد بالك على نفسك. بس يا ستي فكل حساباتي في حياتي كانت مقتصرة على حاجة واحدة بس، النجاح. ازاي انجح؟ وموضوع اني اخش علاقه واتربط بواحده ما كانش في دماغي اصلا. غلس عليك. يا ريت تقبلي. كل اللي انت بتقوله ده بالنسبه لي كليشيه قوي. سمعته في 83 فيلم قبل. 83 فيلم بس؟ 83. انت عارفة الكليشيهات دي بتيجي من ايه؟ بتيجي من حاجة بتحصل كتير جدا، فالناس بتاخدها على انها كليشيه. بس هقول لك على حاجة، سيبك من انها صح ولا غلط. أنا مشكلتي كانت في حاجة تانية. ما كانتش بس متعلقة في حتة إني والله كنت مركز في شغلي وما عنديش وقت إني أخش في علاقة ولا لا. مشكلتي كانت أكبر من كده. للأسف كل البنات اللي كنت بتعرف عليهم كانوا نوعين. النوع الأول تقدري تقولي عليه فاضي. رايق. والنوع الثاني أقولها لك إزاي؟ كان فاكك. فاكك؟ فاكك.
فكك يعني عاوز يعيش حياته بالطول بالعرض وخلاص. عامة انا لو كنت ارتبطت باي نوع من الانواع دي كنت ممكن اتجنن ويجيلي هسس. هسس؟ انا مش عارف، انا هم بيقولوها كده على فكرة. هسس يعني كنت اخش في حتة بقى انا ما بحبهاش. اصل صحابي هيعدوا عليا، خارجة مع صحابي رايحة مش عارف فين، وانا كنت هخش بقى في حتة طب مين صحابك؟ مين دول؟ رايحين فين؟ جايين منين؟ وانا بتخنق من الموضوع ده خالص. فالفكرة كلها اني ما كنتش عاوز اسيب اللي ورايا واللي قدامي واقعد اركز في المواضيع دي. بس طب انا برضو لازم اقول لك ان المشكلة برضو مش فيني، المشكلة فيك انت. فيها انا؟ ازاي بقى؟ الواحد منكم بيعرف الواحدة من دول وهي عايشة في عالم كبير مليان ناس مليان صحاب، بيشوف الواحدة من دول وهي بتتصرف في كل حاجة، بيشوفها وهي بتتخانق، وبيشوفها وهي فرحانة، وبيشوفها وهي بتتدلع، وبيشوفها وهي بتشتغل، وممكن يشوف عيوبها كمان. ومع ذلك برضه بيقرر انه يجري وراها، بيقرر انه ياخدها. صح؟ صح. المشكلة بقى انه لما فعلا بياخد البنت من دول بتطلع لستة كبيرة قد كده، لستة تقيش. لستة تقيش؟ اه. ما تطلعيش، ما تنزليش، ما تقلعيش، ما تكلميش، ما تب... ايش 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 ايش. وبرضه مش دي المشكلة الأساسية. عارف المشكلة الأساسية امتى بقى؟ ايه؟ لما يا حرام البنت فعلا بتحب الراجل ده وتبتدي تنفذ له الطلبات دي كلها. ما تطلعش، ما تنزلش، وتغير دولابها، وتقطع صحابها، كل الكلام. ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ الراجل بيعمل ايه؟ اتغيرت؟ انت مش البني ادم اللي انا عرفتها وحبيتها. صح ولا مش صح؟ ممكن اقول لك الحاجة؟ انت متعقدة قوي ومتضايقة قوي من الشنب. صح؟ اه. شفت ازاي؟ لا ده في شنب تاني بقى متضايق منه اكتر. اللي بيقول لك انا عاوز القطة المغمضة. انا عاوز ايه؟ القطة البريئة اللي ملهاش تجارب، اللي ما عرفتش حاجة، اللي اخدها كده حتة صفات اشكلها عندي في البيت. صح؟ وربيها على ايدي، ياخدها يربيها على ايده في البيت. مش دي برضه مشكلة؟ هو بياخدها فعلا يقفل عليها في البيت. بس المشكلة انه بيطلع بره البيت يدور على غيرها بره، ياخد واحدة بتعمل كل حاجة هو رافض ان مراته تعملها علشان يلاقي سعادته معاها. يعني من الاخر بيعرف عليها طوب الارض. والاولاني برضه بيعرف على اللي بيحبها طوب الارض. كلكم بتعرفوا طوب الارض. والله مش عارف يعني، برضه حاسك شايلة قوي خالص. بس انتوا الطريقة اللي بتعاملوا بيها الست تديني احساس ان انتوا اضعف منها بكتير. جنون حتة في العالم من بشر زيهم زينا، بس لأن حافظ مش فاهم، ولأن عنده بقى موروث غريب معرفش هو جايبه منين الصراحة، إن هو أقوى وإن هو أحسن والأفهم كلها، بيقرر إنه يكسب السنة، لأن ده بالنسبة له أسهل بكتير من إنه يستمر. ممكن يبقى من غير أي داعي، فبيقرر إنه يكذب كذبة بيضة. أنا مش حاسة إن كذبة بيضة وكذبة في وشي، دي أنانية، وملهاش أي علاقة خالص بخوفك على اللي معاك. كلمة أنانية دي كلمة كبيرة قوي. وبعدين أنا إزاي أبقى أناني وأنا خايف على زعلك؟ لا، الفرق كبير قوي. خوفك على زعلي وخوفك من زعلي. خوفك لا زعل وأنكد عليك وتبقى خناقة وضلمة ترجع بعد كده تقول الستات نكديين، يعملوا كل مصيبة والتانية يقول الستات نكديين. على فكرة أنتِ حبيتي وحبيتي جامد قوي، وشكله كده اللي انت حبيتيه عكن عليكي ونكد عليكي باسم الحب وباسم الخوف من زعلك والحاجات دي، مش كده؟ افتكر واحده في سني الطاعن ده وفي الزمن اللي احنا فيه ده ما حبيتش قبل كده؟ اكيد لا. انت اتنيلت، ما جبتش الدين من ديله يعني. انا ما جبتش حاجه معايا على فكره. اطلع دي يا وانت تعرفي حد منهم؟ ايه احنا نمشي صح؟ اه. طيب نروح التواليت الاول؟ اه بليز.
الو الو، هاي عالية. ايوه فيرو. ايه مال صوتك كده؟ انت فيكي ايه؟ انت فين؟ انا بره مع كامل. طب هو ايه المشكلة؟ هو ضايقك في حاجة؟ لا لا خالص، انا بس كنت عايز اسألك على حاجة تانية. قولي يا حبيبتي، عايز اسألي على ايه بالظبط؟ هو انت امتى اخر مرة قابلتي سلمى اخت راضي الله يرحمها؟ انا لسه شايفاها من يومين، جاتني عشان تاخد من عندي شوية فلوس. طب ما قالتليش اي حاجة خالص؟ حاجة زي ايه بالظبط؟ اصلها قاعدة سهرانة في المكان اللي احنا فيه. طب وايه المشكلة؟ قاعدة مع صحابها وبتشرب. ايه؟ بتشرب؟ يعني ايه يا علي؟ بتشرب يا فريدة، انت عبيطة، بتشرب وصحابها كمان عمالين يشربوها اكتر. طب وهي قاعدة بتعمل حاجة وحشة مثلا؟ متكحولة هي واللي قاعدين معاها على الاخر، وصوت حكومة هي اخر الدنيا. وايه؟ ما تتكلمي انت كده، علقتيني في ايه؟ بتتصرف بطريقة مش لطيفة خالص هي والمطح اللي قاعد جنبها، وهو شكله فرحان بكده وعمال يشربها اكتر، مش مديها فرصة تاخد نفسها. ماشي يا ستي، ما تقومي توقفيها. لا طبعا ما ينفعش اتدخل خالص، ممكن يحصل سينز مش لطيفة، وبعدين العيال اللي معاها صغيرين ممكن يستهبلوا. طب هقول لك على حاجة، انت فين دلوقتي؟ انسي خالص اللي بتفكري فيه ده، ما احنا لازم نتصرف. انت عارفة ان عمر معايا على التليفون، ولو سمع حاجة زي كده هيهد الدنيا. اوعي تقولي لعمر الله يخليكي. طب هنعمل ايه؟ انت مش عاوزة تتصرفي ومش عاوزاني انا اتصرف، هنعمل ايه؟ احنا لازم نلاقي حل. معرفش بقى، انا قلت اكلمك واقول لك وخلاص. انت حاولي تكلميها بكره وتشوفيها وتعرفي منها الموضوع ده اخرته ايه. عموما انا هجرب اكلمها دلوقتي. لا ما اعتقدش انها هترد عليكي خالص. معلش انا برضو هجرب. طيب جربي وكلميني قولي لي. تمام ماشي حبيبتي، يلا اوكي، باي باي. باي باي. وانت تفتكر ان عمر عارف علاقتنا بامريكاني دي يا باسم؟ وليه لا؟ انت كده هتبتدي تقلقني منك يا باسم. ليه يا ادهم بيه؟ علشان ابتدي اشك انك مش عامل شغلك صح في تامين امريكاني، علما بان هو ماشي على تحركاتك بالملي. يا ادهم بيه شغلتنا دي علمتنا. شغلتنا دي علمتنا ان الهفوه فيها بتطير فيها رقاب. طب انا ممكن احاول اليومين اللي جايين. بعدين مش عايز امريكاني يشم خبره على الموضوع. تمام يا ادهم بيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ايه النور ده؟ ايه النور ده؟ الباشا الكبير. صباح الخير يا امريكاني. صباح الفل. ازاي؟ والله لك وحشه يا غالي يا ابن الغالي. صباح الحلاوه يا حلاوه. صباح الفل يا عم امريكاني. عم امريكاني ده انت اللي صباحك معطر. صباح الرضا يا باسم بيه. اهلا يا امريكاني. يا راجل ليه تضحك؟ تضحك لك الدنيا، انت مكشر كده ليه؟ صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا ريس. اخبار الشحنه الجديده ايه؟ قوي قوي. اتفضل يا باشا، اتفضل وعايم بنفسك. حاجه ايه؟ انما تمام، بريفكس بعون الله. ده على اساس ان انت اللي مصنعها يعني؟ يا باشا هو اي رغي بقوله علشان بس يعني ايه؟ باسم بيه يتبسم. تبسم يا باسم بيه، ده النبي تبسم. تبس بس تبس بس.
باسم عايزك تحصن البضاعة دي كلها، عايزك تجربها وتقدم لي تقرير بيها على مكتبي بالليل. تحت امرك يا دهم بيه. طب يلزم خدمة يا رجالة؟ ربنا يخليك يا ريس. طيب ادهم باشا، انا قصدك في عشم يا كبرنا. امر يا امريكان. ما يؤمر عليك عدو. انا بس كنت عايز اسمحك، الواد ابو رمله والواد تلجه شجوا يقعدوا معايا هنا. ليه انت ناقص حاجه يا امريكان؟ يتقطع لساني لو قلت حاجه. هو انت مخلي حد بيفكر في حاجه خالص؟ بس اصل العيال دول رجالتي وعيال جدعان قوي وملهمش غيري، وهم دلوقتي متثبتين ومش عارفين بكره هيبقى شكله ايه وهياكلوا عيش منين، ودول عيال حلوين قوي ويعجبوك. طب يا بكري حاضر هظبط لك الموضوع ده، ما تقلقش. لا 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 يمكن اقلق طول ما انت نقيبي يا كبرنا. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجاله. مع السلامه. ايه يا باسم بيه؟ طب ادهم باشا ماشي هتفضل متكنضم كده؟ خلاص بقى يا معلم. ياسمين عايز الفلوس دي تبقى عند امريكاني قبل الظهر بكره زي ما وعدته. حاضر يا ادهم بيه. بقول لك ايه؟ تقدر تجيبي لي قرار عمر ده في قد ايه وقت؟ اسبوع. معقول؟ ابتدي من بكره. اوكي.